السلام عليكم، معكم عبد الله أي الشيخ. كنرحب بكم وبجميع الزوار من داخل الوطن وخارج الوطن وكذلك الأجانب، وكان نخليهم يكتشفوا مع لي دو شيف ديالنا اللي هو عزيز والسعيد. هادو التلاميذ كانوا ديالي فخير بورسيل، وخلاو فيهم واحد الميزه اللي هو اكتشاف الاطباق الجديده، وكي اشاك فوا كيجيبوا لي الجديد في المحل. لهذا خليتهم باش نخليهم يقدموا لكم اطباق جيده. السلام عليكم، معكم الشيف عزيز. النهار ديالنا كندوز كي لي زوطخ ريستورون، تنجيو في الصباح كنجتمعو مع لابريكاد، تنجتمع مع الشيف سعيد و ديريكتور. لا تكون شي حاجة زايدة تمشي لكم الكوتي ايفيمونسيال، ما عندنا لي زيفينمون هنا بزاف، ولا يكون شي مارياج ولا شي انيفيرسير، ولا تنجيو مع العشرة تنديرو لا ريسيبسيون ديال لا مارشانديز، وكل يوم تنعطيو لي طاج ديالو اللي بغات توجد تتوجد، اللي باقي خاصنا خاصها تجي تجي، تنشوفو خص كلشي يكون اجور. السلام عليكم، اول طبق اختارينا اليوم نقدموه لكم بالفي دوبيرجين، هي عباره عن لي زوبيرجين مع 3 فروماج اللي كتكون من طوماط كونكاسي، لي زوليف نوار، لي زوليف فيرت، بينيون دو بان، دي 3 فروماج موتزاريلا، بارميزون، روكفور. لي زوبيرجين دو في بازيليك، فروماج موتزاريلا، لاي سيل بواف، لا صوص بيستو. تنعرفو واش فيها، تنعرفو فيها بازيليك و ويل دوليف، على بركة الله. بسم الله، نخلو الشيف سعيد يدير المونتاج. بسم الله، غنبداو بزوج برجين هما الاولين. هاكا من بعد غنتبعوهم كونكاسي الطوماط كما قدم لكم الشيف عزيز. اليوم عبارة عن طوماط في البوال مع دوفيل دو بازيليك، صوص بيستو، سيل بوافر، تجي بحال التكتوكة اللي معروفة عندنا في المغرب. نتبعوها بفرماج موتزاريلا، قطعهم دي غونديل فين، من الأحسن نديرهم دي باطوني باش يجيونا في المساحة. تبعوه واحد شوية فرماج ريكوتا، ومع الصهد ما كنبغيو نديرو شي حاجه ثقيله بالنسبه لك، اليوم تنديرو شي حاجه ليجي، شي حاجه خفيفه بحال هكا تجذبونا. ديرو شويه البارميزون، شويه القوي، فرماج بلو، نعاودو نزيدو ورقه اخرى ديال دوبرجين. بيكيوها شوية هكا، نصوصيو عليها بصوص بيستو. من الأحسن تبيكيو لي زوبيرجين باش ميطلعولناش في لاكويسون. نعاودو نزيد شوية طوماط كونكاسي، سهلة مهلة، مطلبش بزاف الوقت.
شي رونديلات طوماط سوريز جوج ولا رونديل كيما بغيتو نتوما كيما حبيتو. نزينو بشي وريقه البازيليك ونعاودو ندلدلو شويه الفرماج اللي درناه من التحت باش يبانو لنا من الفوق. صيفطو شويه للفران تقرات هنا ومن بعد نديوها للفران. دابا ندوزو لدغيساج ديالنا. لاسيت تنوجدوها كي بغينا، كل واحد كي تيدريسي كل واحد كي تيديكوري. لي زوليف فيغت على حساب لي كولوغ كي بغينا كي بغينا حنا وصل. لي بينيون دو بان الميلفيو ديالنا فاصون بلاج غوج ديالنا واجدة، نتمنى تعجبكم. بصحة وراحة. وبالنسبة للطبق الثاني غادي نقدمو لكم لي بول دانيو. هي كيف تنعرفو لي بول دانيو؟ راه تناكلوه كونفي، تناكلوه طاجين، تناكلوه على فابور، تناكلوه كي بغينا. حنا خدينا واحد لافاسون ريفيزيتي. تناخدو لي بول دانيو تنبيكيوه بلاي رومارين ودابا غادي ندهنو بشوية زيت العود باش متجيناش ناشفة. احنا ملي حنا وبزرناه كنديرو لابوال ديالنا تسخن، كنسيزيوه، كنعطيو واحد لوكوش بارسيال، واحد لاكوش خصو يتحمر مزيان شي شوية من الفوق ومن التحت باش ما نزيدو شوية الزبدة ومن بعد نديو للفران. كما دوزنا لي بول ديالنا في المقلة عطينا واحد لاكوش بارسيال لا دوغور، خصو يكون لا دوغور كولوغاسيون. غناخدوه نحيدوه من المقلة ونصيفطوه للفران بو تيرميني لا كويسون ا 180 دوغري عند ساعة ونص. اون اتوندو لا كويسون ديال لي بول دانيو خدينا مع ان فلون دو كاروت. فلون دو كاروت فيه لا بيغي دو كاروت، فيه فلور دورانجي، فيه جون دوف، فيه لو سيل، فيه لو بواف. على بركة الله نبداو نخلطو. رسالة سيل بواف وزنا دو كويير ديال لاكخيم فريش نبقاو ميلونجي باش كاع لي زانكوربوراسيون تكون في محلها. نمرو الفلون ديالنا في السيليكون ورافقنا لي بول دانيو ورافقناها حتى هي لي زومونيير كي تنقولو لهم الكميمسات. لي زومونيير دو فروي سيك، لي فروي سيك كنحتاجو لي برينو، لي زابريكو، لي ريزان سيك، كنديرو منهم كومبوتي. كومبوتي راه باين. كنديرو لو بوغ، سكر، كانيل، وكنخليهم يتبوشاو مع لا ريديكسيون ديال الماء مع تينشفو مع تيوليو في هاد الشكل هذا. وكنفينيهم بكران سيزام. على بركة الله نبداو نجمعو لي زومونيير ديالنا. هنا ما قطعنا الورقة على ثلاثة ولا على أربعة،
لا فاس الاولى هكا شنو هكا اسهل طريقه في الجميع يديرها بنادم انسان نعاودو نزيد الثانيه باش يشوفوا الناس باش ناخذوا الورقه فريش الثانية تما يمشيو للفران هاد خمسة دقايق 180 خمسة دقايق تقريبا وها النتيجة اللي كنحصلو عليها دومونيا حاولنا ناخدوهم صغار هكا تيجيونا في لاسيت بعد ما تيطيب لي بول دانيو تناخدو لي بول تنديرو ديزيميتي تن كي تنقولوا بحال بحال ما نديروا بالستيلا ديال البولي اون في بحال فيرميسيل بحال رقيق تنديزو السيوا فوالا النتيجه اللي حصلنا عليها النتيجه اللي حصلنا عليها هي هادي حنا خدينا الطاجين دانيو فاصون ديال بريوات بلا ما يبدا كيف تنعرفوا فيه التغماز فيه حنا خدينا بريوات ياخذوا بنادم فيه كلشي فيه لي برينو فيه الكراند سيزام فيه لو ميل تنديرو الميال ديالنا نديرو لي برينو نديرو كراند سيزام شويه لينوا اكرازي على بركة الله نجمعو لي نيم ديالنا فو بيان ميلونجي لي زانكريزيون عندكم الاختيار بتيبو كونفي طيبو بتيبو على فابور طيبو وحنا خدينا الكتف لانه الكتف فيه اللحم رقيقه ما يمكنناش ناخذو الجيكو ولا شي حاجه كنديرو بنفس الطريقه حنا عندنا واحد الطابيه اللي هي اسيويه ناخذ واحد الطابي اسوشي معروفه عاود نديرو الطورة الثانية نعاود نزيرو على هاد الدايرة حاول ديما نزيروها مزيان باش ما تخرج لناش لافارس من الداخل ملي كنكملو غنباسيو لي جون دوف غنسدو بالبيض بانسو ولا كويير ولا بليد ولا حنا المغاربة معروفين بيه بليدينا غنسدو الطاجين ديالنا موجود طاجين فاصون بلاج روج ديال لينيم نقصو ليه شوية من الجناب ونصيفطو لي نيم ديالنا يطيبو في لو فور فاصون كانوليني بعد ما تسنينا لي فلون تسنينا لي نيم ديال الكولوراسيون تسنينا لي زومونيير هو بلا فيه لي زيتاب ولكن ساعة ونص راه ممكن تجدو كلشي غادي نجدو ندوزو للدريساج ديالنا لو فلون تكاغوط ها هو كيف تتشوفوه وهذا الطبق ديالنا وجد اللي كان عبارة عن ايبول دانيو روفيزيتي هو ان بلا ماروكان 100% صورها بالنسبة للديسي اللي خدينا لكم من هذا المطعم خديت نقترح لكم بروشيت ديال الفروي
انا نبداو على بركه الله. بسم الله. حطوا هاد لاطونج ديال الباستيك، بالنسبه لي بروشيت غنديرو ترومبيون في ديت المونغ، تفاح، جوج حبات الباستيك، جوج ميلون، جوج فرامبواز، جوج حبات ديال الميتخيل، نزيدو عليهم شويه ديال جيل سيترون، عصير الليمون الحامض، عصير الليمون، جي دورونج، تديرو عليهم لي زيست لي ذكرنا في الأول، زيست أورانج، سيترون، وعرفتو الفوائد ديال الزنجبيل، سكنجبير، فوائد غنية للصحة، ونا في عصر دابا ديال التغذية الصحية. غنركبهم في لي بيك ابروشيت، غنخلي المساعد ديالي يكمل بما نكمل انا لاصيط الاخرى. تيجون غناخذ الاناناس، دابا راه موجود، هادي وقيتو، الثمن مناسب، يبقى عندكم الاختيار في التقطاع، تقدر تخليه بالشلفه، تحيد ليه لابو ديالو، لا قطعوا شي شكل يعطي جماليه للصحن ديالنا. والمطعم ديالنا راه معروف بهاد الطبق اللي بغيت يتذوقوا، منذ الافتتاح ديال هاد المطعم مدة سنوات هادي، نكتفي بهذا القدر من هذا النوع. ناخذ مهيا معروفه بالسويله، شي تفاحة حمراء، كما تعرفوا الفاكهة راه غنية جميع النعم اللي عطانا الله فيها. نزينو بشيشة ديال لي رونديل ديال سيترون معروف بالحامض، ناخذ شي ليمونه، كما تعرفوا في الاطباق المغربيه راه تيخرج اما لورونج على كانيل، انا حبيت يخرج طبيعي مع الطبيصيل.
ممكن نديرو شي طريقة لافوكا. افوكا غنية بفيتامين او، نديرو مونغ، يبقى الاختيار عندكم في التقطاع. كيوية، وفي الأخير غنديرو بنان. لي بروشيت لي صايبنا من قبل غنبيكيوهم. نضيفوا المدخيل، امبواز، توت البري المعروف، توت البري، نصوصيو عليهم بواحد شويه لاصوص فخيز الجماليه. ختامها ورق اللوز في الفرن، ودي سيدي انا واجد. صحة والراحة. اللي قدمنا لكم اليوم هي عبارة عن ملفي دوبيرجين كروسيون دانيون، اللي هي طاجين دانيون ريفيزيتي. والطبق اللي طبق لكم الشيف سعيد هو بروشيت فروي وسيرو جان جامبر مرفوق بهذا الكوربيت فروي اللي هو مع هذا الصاج اللي تشهى بنادم ياكلو. الطبق اللي قدمت لكم انا والشيف عزيز ينالوا الاعجاب ديالكم، ومرحبا بالمغاربه كاملين داخل داخل الوطن وخارج ارض الوطن. اقتراحاتكم مشاهدينا أو آرائكم أو كذلك وصفاتكم أو اللحظة اللي بغيتوا تشاركوا في البرنامج، راسلونا على العنوان للمطبخ نجوم @2m. الأسبوع المقبل مشاهدينا نتعرفوا على شيف جديد في مطبخ جديد ومدينة جديدة. We'll be right back.